بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة كتيرة بتجيلنا عن جراحات سرعة القصف، وليه في اعتراضات عليها؟ هو الإنسان عدو ما يجهل. يعني إيه؟ جراحات سرعة القصف دي كانت بعبع بالنسبة لناس كتير، وناس كتير بتخاف منها. والمشكلة مش في الجراحات خالص، المشكلة إن إحنا في مصر متأخرين جدا. جراحات سرعة القصف بيعملوها بره من أول التسعينات، يعني بقالها حاجة و30 سنة. وفي اماكن كتير جدا ناجحه فيها، ولكن المشكله ان احنا عندنا في مصر، احنا في مصر وانا اعترف متاخرين فيها. يعني ايه؟ احنا يعني اتكلم ببساطه، احنا عندنا في علاء كلينك احنا اول مركز لجراحات سرعه القصف في افريقيا والشرق الاوسط، بنتخصص في جراحات سرعه القصف. طبعا لو انتوا بصيتوا على الانترنت مش هتلاقوا اسم مركز او مستشفى كده، بصوا على الانترنت وتاكدوا. ده معناه ان عدد العاملين في القطاع ده قليل جدا، بالاضافه لان احنا المركز الوحيد في العالم اللي بيعمل عمليات على عجلان لسرعه القصف. وطبعا ده شيء منطقي لان احنا مبتكرينها وبقالنا 13 سنه بنعملها، وعاملين الاف الحالات ومرضى من 36 جنسيه مختلفه زي ما نشرنا في الابحاث العلميه بتاعتنا، ونسبه رداء المرضى 99.6%. طب واحد يقول لي، طب انت بتتكلم عن عمليات على عجلان والدنيا كويسه جدا معاك، طب بتتكلم عن الباقيين ليه؟ هنوضح الكلام ده. دلوقتي عندنا جراحات سرعة القصف فيه عملية على عجلان وجراحات العصب. عملية على عجلان ما عليهاش الشبهات دي لان ما فيهاش قص عصب. عملية على عجلان انت بتعمل ايه؟ بتقص حتة الجلد مكان الطهارة، والعضلات اللي هي حوالين القضيب من تحت بنقص واحدة منها ونسيبها مكانها، يعني ادي واحد ادي اثنين. دي العملية بمنتهى البساطة، فما فيهاش قص اعصاب. فما حدش بيتكلم بقى ان ممكن تعمل عجز جنسي او تعمل مشكلة في الإنجاب أو تعمل مشكلة في الانتصاب أو تعمل مشكلة في الإحساس أو إنها مؤقتة، الكلام ده كله مش موجود. عملية بسيطة وأمنة وفعالة ودائمة. فخلاص حازت نصيب عالي من الشهرة وأثبتت كفاءة، يعني 99.6 دي نسبة يعني مش موجودة في أي عملية خالص بفضل الله عز وجل. طيب نتكلم عن التانيين وبعد كده بنقول ليه بنتكلم عنهم طالما إحنا عندنا دي نتيجتها كويسة. عمليات قص العصب في حد ذاتها، أول حاجة أي عملية جديدة بتبدأ الناس بتبقى متخوفة منها وبتبقى نتائجها مش حلوة. يعني إيه؟ جراحات القلب زمان وإحنا صغيرين كنا واحد جاله القلب يعني خلاص ده هيموت. دلوقتي في ناس كتير جدا بتعمل عمليات قلب وبشكل روتيني العمليات دي بتتعمل وبقت عادي، ده أعمل عملية قلب عادي خالص. موضوع ما فيهوش مشكلة. برضه كذلك السرطان، كان زمان أي حد جاله سرطان خلاص ده ميت. دلوقتي في ناس كتير جالها سرطان وربنا شافاها وبقى لها 20 و30 سنه ما رجعلهاش بفضل الله عز وجل. جراحات سرعه القصف كانت كده، اول ما بدات كان فيها بعض المشاكل، لكن بعد 30 سنه من شغل العلماء في جراحات سرعه القصف لا طبعا الدنيا اتغيرت. كانت ايه المشاكل زمان؟ كانت ثلاث مشاكل رئيسيه. المشكله الاولى ان ممكن تاثر على الاحساس، يعني يقول لك الاحساس بقى اقل شويه من الاول. رقم اثنين ان هي كانت ممكن تعمل عجز جنسي ولو ان نسبته كانت 1%، بس دي نسبه لا يسمح بها. احنا ما بنتكلمش في ايه؟ في حاجه بسيطه. رقم ثلاثه، ودي هي كانت المشكله الفعليه، ان العمليات دي كانت مؤقته، يعني دي كده بتقعد سنه. يعني المريض كل سنه هيجي يعمل ايه؟ العصب. طبعا لما نيجي نبص ونشوف الثلاثه دول ما بقوش موجودين دلوقتي، يعني الثلاث حاجات دول ما بقوش موجودين دلوقتي. وندلل على الكلام ده ازاي؟ اولا نبص الجراحات دي انتشرت بشكل كبير ازاي. الاحصائيات اللي اتعملت في كوريا، كوريا طبعا دوله لها مكانها في المسالك، يعني بتقول ان 75% من اطباء المسالك في كوريا، 75% يعني 3/4 اطباء الدوله بيعملوا عمليات جراحات سرعه القصف في عيادته. طبعا مش ممكن 3/4 اطباء المسالك هيجمعوا على حاجه فيها مشاكل او حاجه خطره او حاجه مش فعاله. بلاش دي، في عندنا مستشفى اسمها مستشفى ترومان برضه، دي من اكبر المستشفيات في العالم بتعمل جراحات سرعه القصف. يعني لحد سنتين فاتوا كانت عامله ريكورد 13,000 حاله في عمليه اسمها عمليه سويتش في جراحات سرعه القصف. 13,000 حاله ده يعني رقم كبير جدا، يعني انت لو بتعمل مريض كل يوم تاخد لك 13,000 يوم على ما تخلص المرض. طبعا بنسب نجاح 98%. طبعا لو وفقا لاحصائيات طبعا ده معناه ان العمليات دي فعاله، لان مفيش مستشفى عالمي ترومان دي لها 12 فرع وبتبعت خبراء كل دول العالم عشان يعملوا العمليات دي، مش معقول كل الكلام ده هيكون من فراغ. طيب
نتكلم بقى ليه الناس كانت بتخاف من حكاية فقدان الإحساس أو العجز، وإزاي إن القصة دي ما بقتش موجودة دلوقتي. العضو الذكري، عشان بس نقول شرح مبسط كده، يعني اللي بيطلع من العقل بيوصل للعقل، فأنا أحب أخاطب بإيه؟ عقل المشاهد. يعني ركز معايا كده وقلل الكلام ده في دماغك. العضو الذكري بيتكون من، أنا هتكلم عن أعصابه يعني، مجموع العصب الرئيسي في ظهر القضيب، في النص في الظهر كده، حوالينه من اليمين ومن الشمال في عصب رئيسي ايمن وعصب ايسر، بيبعدوا 8 مللي عن المجموع اللي في المنتصف ده، يعني 8 مللي على اليمين و8 مللي على الشمال، وبينهم شويه اعصاب زغنطات. وتحت في العضو الذكري من تحت في شويه اعصاب زي العنكبوت في المنطقه دلتا، بنصف عمليات على عجلان دي، وفي عصبين رئيسيين صغننين حوالين مجرى البول من تحت. لما نيجي نبص بقى، العصب اللي في النص ده مجموع العصب الرئيسي ما حدش بيقرب له، لان معاه بقى اورده وشرايين، فما حدش بيقرب له، فما فيهوش مشكله بالنسبه له. الاعصاب الصغيره اللي هي فوق او تحت او عند مجبر، كلها لو اتقصت ما بتعملش مشكله بالنسبه للامتصاب او مشكله رئيسيه بالنسبه للاحساس. فقصها ما فيهوش مشكله، ففي واحد يجي يقول لك طب ما تقصنا دلوقت وتريحنا وخلاص طالما امنين. صح امنين، بس ممكن تكون النتيجه معاهم اقل من نتيجه لو قصيت واحد من الرئيسيين اللي هم اليمين او الشمال. اليمين او الشمال دول اللي هم على بعد 8 مللي من المجرى من المجموع العصبي، دول عصبين رئيسيين، قد يكون احدهم رئيسي وقد يكون الاخر، وممكن يكون الاثنين مع بعض وممكن يكون الاثنين مش رئيسيين. بمعنى ايه؟ ان انت لو قطعت واحد فيهم وهو رئيسي ممكن يعمل لك مشكله كبيره في الاحساس او يعمل عجز جنسي. دي كانت المشكله اللي كانت بتحصل زمان، ما كانوش يعرفوا الكلام ده. مع الدراسات الدينيه طبعا ايه عرفوا يأمنوا الدنيا ازاي. دلوقتي احنا بنعمل اختبار بسيط، الاختبار ده بنعرف منه العصب ده رئيسي ولا لا. لو طلع الايمن رئيسي هنقص الايسر، لو طلع الايسر رئيسي هنقص الايمن، لو طلعوا الاثنين رئيسيين هنسيب الاثنين، لو طلعوا الاثنين مش رئيسيين يعني مش دوميننت يعني مش مؤثرين خلاص وفقا اقص الاثنين او اسيب الاثنين حسب الاختبار. طبعا انا بالاختبار ده بعرف منه ان انا لو قصيت العصب قبل ما اعمل جراحه هيحصل انتصاب ولا لا، يعني الانتصاب هيتاثر ولا لا، وهيبقى في نقص حد في الاحساس ولا لا. طب عملت الاختبار لقيت الدنيا كويسه خلاص بقى انا عندي امان 100%. ليه؟ لان خلاص عملت اختبار عملي ما عنديش مشكله. طيب كده انا قضيت على مشكله ان انا خايف من حدوث عجز جنسي او فقدان في الاحساس، امنت نفسي. طب عندي مشكله ان هي ممكن تكون مؤقته. دلوقتي في تكنيك ان انت بتخلي العمليه دائمه. فخلاص دي اتحلت، ما بقاش عندي مشكله ان انا كل سنه عاوز اعمل العمليه. طب هو قطع العصب ده يعني ما يعني لازم الجا له؟ لا، هي مش حكايه لازم الجا له، انا عندي عمليات على عجلان ما فيهاش قص عصب. ولكن الفكره في ايه بقى؟ ان موضوع قص العصب دي حاجه روتينيه بس احنا مش فاهمين، يعني هتكلم بالبلدي كده، لما يجي عندي مثلا مريض هيركب دعامه. يعني حاجه توضيحيه بس، هيركب دعامه. زمان كنا بنفتح فتحه مثلا في ظهر القضيب، ممكن تفتح من هنا ومن هنا او من هنا ومن هنا او العكس، من تحت من هنا ومن هنا او من هنا ومن هنا، يعني بتاخد من قبل نص السنه ولحد اقصى الاطراف. نروح جاي فاتح وندخل الدعم عادي خالص كده او كده او من تحت. دلوقتي ساعات بنفتح فتحه طوليه طبعا، بس ايه احنا بنتكلم على حاجه عامه بنعملها يعني. وعبر عشرات السنين وعشرات او مئات الالاف من الحالات اتفتحت بنفس الطريقه دي. لما بتيجي تمسك السكينه وتقطع حته جاتوه، بتيجي بالسكينه من اول الكريمه لحد الطبق، بتقطع كل الطبقات. احنا لما بنيجي بقى نقص هنا عشان ندخل دعامه، بنيجي نروح فاتحين واخدين كل الطبقات من اول الجلد لحد النسيج الاسفنج، يعني بنقطع كل حاجه في السكه بما فيها الاعصاب. يعني قطعت كده الاعصاب هنا وقطعت الاعصاب هنا، يعني قطعت اعصاب ظهر القضيب كلها ما عدا المجموعه اللي في النص. ولو ركبت من تحت نفس القصة. طب انت هتقول لي طب ما انا امن ان في دعامة، يعني مش هيحصل لي عجز جنسي، انا مش بتكلم على دي، انا بتكلم على الاحساس. ما انت لو ركبت من فوق او ركبت من تحت وقصيت الاعصاب شمال ويمين، طب ما انت ما عندكش مشكلة في الاحساس. مريض الدعامة ما بيقولكش انا مش حاسس بحاجة. ما بيقولكش انا مش حاسس بالعضو. صح ولا لا؟ معظم المرضى ما يعرفوش ان الطبيب هو شغال قص الاعصاب شمال ويمين. ولكن ده بيحصل. طب بلاش دي، عندي مريض عنده انحناء في القضيب، يعني القضيب زي الموزه كده
لتحت مثلا، وممكن يكون لفوق. طب لو لتحت بنروح عشان يقول لي اعمل لي عمليه وحافظ لي على طول القضيب، مش عاوزه يقصر، نروح جاي مسلكين مجرى البول من تحت، وبعدين نروح جاي بقى في الحته المتنيه دي قصين العضو من اقصى اليمين لاقصى اليسار، زي كانك بتذبح رقبه كده، تروح جايبه من اقصى اليمين لاقصى اليسار وتروح فرده، يبقى في عندك حته هنا فاضيه تضطر تحط فيها روعه عشان ايه؟ تملى الحته الفاضيه، عشان العضو يبقى ايه؟ مفروض اثناء الانتصار. انت كده وانت بتعمل الحركه دي من اقصى اليمين لاقصى اليسار قطعت الاعصاب في كامل بطن القضيب، والمريض عادي خالص، مفيش مشكله خالص، والانتصاب والاحساس زي الفل. نفس القصه لو الدنيا لفوق ممكن تضطر عنده مثلا، بتروح جاي رافع مجرى المجموع العصبي وشايل شمال ويمين وتحط برضه رقع. طب افرض المريض عنده بيروني مثلا لسه في الاول وحته بليك زغنططه كده يعني متليفه، تروح جاي قاصص عادي خالص الحته بالاعصاب اللي داخله فيها وحاطط رقع. طب بلاش دي خالص، مريض عنده مثلا ورم في البروستات، دخل ورم خبيث واستقصى البروستات واستقصى العصب معاه، طبعا هيجي له عجز جنسي لان انت قصيت العصب الرئيسي. انت قصيت العصب الرئيسي بدليل ان في ناس كتير عامله بروستاتا وتيجي ايه؟ تركب دعامه. طب هل المريض فقد الاحساس؟ مع انه حصل له عجز جنسي. لا طبعا ما فقدش الاحساس، ما هو لو فقد الاحساس مش هتركب له دعامه، تركبها له اللي هو مش حاسس بحاجه. يبقى اذا عمليه قص العصب كتاثير على الاحساس مش زي ما الناس فاكره. طب امتى يحصل تاثير بالاحساس؟ لو انت قصيت كل الاعصاب، يعني جيت مثلا بتعمل فيه حاجه اسمها السلايدنج تكنيك او الموديفايد سلايدنج تكنيك، يعني ايه؟ دي حاجه كده بيعملوها في علاج بيروني، انه بيروح قاصص حوالين العضو كله من فوق ومن تحت، فهتقص الاعصاب كلها، فلازم يحصل ايه؟ فقدان في الاحساس. يبقى اذا العمليه بقت ايه؟ انت ازاي تقص اعصاب من غير ما تعمل المريض فقدان في الاحساس بدرجه قويه او من غير ما تعمل له عجز جنسي. ودي بقى امور معروفه دلوقتي وامنه. ليه؟ لان زي ما قلنا مش معقول ان ثلاث ارباع اطباء دوله هيجمعوا على حاجه خاطئه او فيها مشكله بالنسبه لي. مش معقول ان في مستشفى هتعمل لها خبراء في كل دول العالم و12 فرع وبرضه هتعمل حاجه فيها مشاكل. طب ما احنا عندنا عمليات على عجلان وامنه ومفيش الكلام ده، ايه اللي يخلينا نقول نعمل دي؟ لسبب بسيط جدا. ان انا لما بيجي لي مريض، كل مريض عنده اسباب لسرعه القذف غير التاني. فانا بعمل اختبار فحص بسيط، والله المريض ده لقيت انا عندي مثلا خمس عمليات مثلا. المريض ده لقيت مثلا نتيجته هيتحسن 80% لو عمل عمليات على عجلان، و90% لو عمل عمليه اثنين، و95% لو عمل عمليه ثلاثه، و100% لو عمل عمليه اربعه، و200% لو عمل عمليه خمسه، 200% يعني الوقت الضعف ضعفين مثلا. في حاجات ممكن مرضى ممكن يتحسن له 1000% و2000%. دي حاجات بالورقه والقلم. طيب المريض استجاب لعمليه من دول، انا اي واحده فيهم صح ان انا اعملها لانه هيتحسن، ولكن الاصح ايه؟ ان انا اعمله اللي هتدي له افضل نتيجه. القاعده اللي احنا عملناها عندنا في علاء كلينك، ليه اعمل الصح لما ممكن اعمل الاصح؟ انا عايز ادي المريض افضل نتيجه. يبقى اذا انا دلوقتي جالي خمس مرض، واحد البريدكشن تيست بتاعه الاختبار بتاعه قال ان هو هيستجيب لعلاء عجلان، والتاني هيستجيب لعمليه اثنين، والتالت هيستجيب لعمليه ثلاثه، هعمل لكل واحد الاستجابه. 90% من المرضى بيستجيبوا لعمليه على عجله، عشان كده هي اخده شهرتها. ولكن لو جالي ال 10% اللي ما بيستجيبوش هعمل ايه؟ هقول لهم ما لكمش حل؟ ولا اعمل لهم عمليه مش هتفيدهم؟ ولا اخليهم ياخدوا علاج دوائي؟ طب افرض المريض ما بيستجيبش العلاج الدوائي. يبقى اذا انا لازم يكون عندي بدائل. انا بستخدمه في اقل من 10% من المرضى، ولكن ال 10% دول بني ادمين ومن حقهم يتعالجوا زي ال 90% التانيين ما اتعالجوا. يبقى اذا العلاج الجراحي لسرعه القصف بقى امر واقع وامر سليم، والالاف المؤلفه من الحالات اللي بتتعمل على مستوى العالم دي معناها ان التكنيك بقى سليم واتطور وبقى كويس. جراحات السمنه اول ما دخلت مصر كان يعني وفيات حدث ولا حرج، دلوقتي كل يعني كل الناس اللي هي عندها معامل الكتلة عالي او اللي هم يعني فوق الوزن معظمهم عامل عمليات سمنه ايا كان نوعها، مع ان كانت في الاول تعتبر عمليات ذات خطوره عاليه جدا. اذا اي تكنيك الناس مش عارفاه طبيعي انها تخاف منه، وطبيعي في الاول يكون في مشاكل، ولكن حاجه بقى لها 30 سنه بتتعمل من المؤكد ان الاطباء وصلوا الى درجه من الاحتراف فيها وتلافوا المشاكل اللي كانت في الماضي وبقت الامور امنه. ثم انا هقول يعني سؤال كده يعني بالبلدي، انا عندي عمليه
وبتنطبق على 90% من البشر. ايه اللي يخليني الجا للعشره التانيين لو فيهم مشاكل؟ ما انا اقول خلاص بنقص مشاكلهم. ولكن احنا بنحاول نقدم للمرضى افضل خدمه ممكنه. ليه تعمل الصح لما ممكن تعمل الاصح؟ انا لازم اقدم المريض افضل علاج هينفعه، سواء كان عمليات على عجلان او عمليه اخرى غيرها. المريض من حقه ان هو ياخد علاج قوي يريحه. العلاج الجذري بيبقى يعني اعمل العمليه وانساها. وشكرا.